تعد منطقة سقارة السياحية واحدة من أهم الأماكن لصناعة وإنتاج السجاد اليدوي المصري، وبها عدد من المدارس التي التف حولها موهوبون لصناعة وإنتاج السجاد. فهيا بنا لنتعرف على الأيادي المصرية في واحدة من المدارس التي تغزل دون كلل أو ملل لتقدم منتجا فريدا في تصميماته وجودته. سقارة، تلك القرية التي تقع على بعد كيلومترات من الأهرامات الثلاثة والتي اشتهرت منذ زمن بعيد بحرفة السجاد اليدوي. توارث أبناؤها أسرار المهنة عن أجدادهم حتى أصبحت مهنتهم الأساسية. في القرية هناك ثمان مدارس خاصة بصناعة السجاد اليدوي تفتح أبوابها طوال العام لاستقبال الطلاب من مختلف الفئات والأعمار بهدف تعليمهم فن صناعة السجاد اليدوي. مدرسة أورينتا للسجاد اليدوي هي من أقدم المدارس اللي نشأت في قرية سقارة، وهي بتخدم قطاع كبير من العمالة اللي موجودة، والإدارة هنا بتحاول توفر فرص عمل للأطفال اللي موجودين في والأسر المنتجة اللي هي موجودة في قرية سقارة. يبدأ العاملون في تعلم الحرفة من خلال معرفة الفرق بين الصوف والحرير وأنواع السجاد، ثم تعليمهم عمل العقدة وشد الخيوط على النول، ثم تداخل كل العقد مع بعضها، ومن ثم يأخذ العاملون الذين يتقنون العمل سريعا مكانا خاصا في تلك المهنة. أول ما جيت هنا مع أخويا اللي أكبر مني، جيت قعدت جنبيه فترة لحد ما فهمت الشغل واتعلمت، واتكل عليا لما لقيني ماسك الرسمة وبتعلم التملية من الرسمة، وبعد كده قال لي بقى دي حريتك، حبيت اللي أنا أمسك نول وأبقى حاجة، فضل برضه جنبيه لحد ما أتأكد إن أنا تمام في التملية وراح سايبني، بدأت بقى إن أنا أشتغل وأعتمد على نفسي. فيها فنيات حلوة، لأن حضرتك زي ما أنت شايفة اللي هو النول اللي الجوبلان ده بيشتغل طريقتين، طريقة كليم وطريقة جوبلان اللي هو الرسومات اللي بتتعلق على الحيطان. فاللي بتتعلق على الحيط ديت بقى لوحه فنيه جامده، يعني ممكن اشيلها من خيالي، ولو حضرتك اي حد عاوز صوره معينه ممكن اعملها له عادي، يعني مش ما بتقفش على حاجه، يعني ممكن اشتغل صوره، ممكن اشتغل بالفكره من دماغي عادي، يعني مش شرط ان انا اشتغل حاجه ثابته. يعني بمجرد دخولك أي معرض تابع لتلك المدارس تنتابك الدهشة فور معرفتك أن تلك القطع الفنية تعتمد بشكل أساسي في تصميمها على أنامل العامل، ولا دخل للآلة لترى قطعا فريدة من السجاد في جميع أشكاله ومقاساته وألوانه. عندنا في حاجة اسمها تعريف الألوانات الطبيعية، بعد ما يعرف الولد الألوانات الطبيعية بأشكالها بيجي يعرف يعني إيه عقدة، العقدة دي بتمثل عندنا سنتيمتر بالنسبة للسجادة، العقدة دي تبقى لها قصة ولها حكاية في الرسمة نفسها، بنخرج من الآخر من العقدة دي من السنتي لمتر ومن المتر للأمتار إلى مسطح السجادة اللي هي في الآخر بيدينا شكل فني أو شكل تراث فرعوني. وتعتمد المدارس على التعليم المباشر للحرفيين وذلك عن طريق الممارسة، فالكل هنا يركز في عمله الذي يراه أنه ما زال يحتاج دعما كافيا من المسؤولين ودعاية بشكل أوسع لكي ترقى هذه المهنة للمكانة والمنافسة التي تستحقها. صراحة تعلمت كل حاجة حلوة بصراحة، بس من 6 سنين وحبيتها أوي، أول ما عرفتها حبيتها ومبسوطة فيها لأن شغالة فيها. إحنا الحمد لله وفضل الله فوقنا بعض الدول في المجال المودرن، خلطنا من نوع جديد، خلطنا نوع الصوف على القطن من نوع الحرير، بنشتغل شيء إلا في الحرير الطبيعي، والحمد لله بفضل الله وصلنا لمرحلة الحمد رب العالمين، مرحلة ممتازة جدا جدا. وترتفع أسعار السجاد اليدوي نظرا لأنها أكثر تكلفة وتستغرق وقتا أطول وتحتاج مهارات عالية لدى العاملين الذين يعزفون بأناملهم الذهبية تلك التصميمات المستوحاة من الطبيعة المصرية وتلقى رواجا عالميا. أسماء حسن لبرنامج مراسل النيل.